يعني مسيكم بالخير. بارح سمعنا جبرون بيسيل شو اللي حكي، يعني شي بيقرر، يعني شي بيبكي، يعني خبس كذب احتيال غدر خياني قتل. هيدي أساليبهم ملي عين قول إنن هني بمستوى جوزيف غوبلز. غوبلز منقوله بالعربي وزير الإعلام تبع النازيين الإرهابيين، مثل الأنظمة بإيران وبسوريا والحشد الشعبي وحزب الله بلبنان، من هالنوعية هيدا. يعني بتفكروا يعني حسن نصر الله إذا بيمر عليه الكذب تبع جبرون بيسيل معناتها كتير خفيف. حسن أنا بقول عنه خفيف، ليش خفيف كتير حسن نصر الله؟ الدم اللي برقبته، دم الأبرياء، هيدا هالدم اللي استعملوا هيدا ما ممكن إنه توصل لمحال. بعدين قال للشعب الأمريكاني إنه أنا بدي سلام مع إسرائيل، مش هيك قول جبرون بيسيل؟ وتقريبه كأنه عم بيستعمل اللغة اللي بيستعملها أنا بقضية السلام. بعدين أبعد من هيك بيحكي إنه هو ما بيخون حزب الله، وإنه حكى مع حسن نصر الله شخصيا. وقت اللي بدك تجيك الضربة العسكرية لحسن نصر الله بدك تشوف بعينك الوجه الحقيقي تبع ميشيل عون ومرته وبناته وأسرته من النه. طيب تبكوا على لبنان. لبنان كان في شخصيات كتير مهمة، وبعد في شخصيات مهمة كتير بلبنان. مثلا رئيسنا بلش المنتخب جو بايدن بلش يحط اللوائح. مثلا بده عين ران كلين تشيف اوف ستاف للوايت هاوس. حطيت لكن على الفيسبوك الاستاذ الجامعي التاريخ، استاذ التاريخ والعلوم السياسيه بإحدى أهم جامعات أمريكا، عم بيعمل له سبيتش اللي بده يلقيه. ران كلين وقت اللي بتطلعه بجوجل وبتشوفه مسيرته العلمية من وين جاي وشو متعلم، من جورج تاون لهارفارد. مثلا وزيرة المالية، وزيرة المالية ليل برينار LAEL، عم بلفظهم بالإنجليزي BRAINARD، بدها تعمل وزيرة المالية. أول مرة بتاريخ أمريكا مرة وزيرة المالية. إذا بتطلعوا بهاتنين بتشوفوا سيزار مثلا، بالنسبة لحسن نصر الله سيزار أبي خليل مثل السيف الوسخ اللي عندنا إياه بصغارة سيزار بيسيم، نفس الوسخه كأنه متعلم معه. وقت اللي بتسمعه ندى البستاني كأنه هي ليل برينار. يعني حسن نصر الله زلات لبنان، زلات المسيحيين، لك زلات 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 التروب والجبال والشجر تبع لبنان. وبدك ياني نضل حاملينك، بدك الشعب الإيراني يضل حامل هالمنظمة الإرهابية الحاكمة بإيران، بدك الشعب العراقي يضل حامل المنظمة الإرهابية اللي موجودة من قبل إيران بالعراق، بدك نحن اللبنانيين نضل حاملين منظمتك الإرهابية، بدك الشعب السوري يضل حامل المنظمة الإرهابية تبع بيت الأسد. يعني كمان طولوا بالكم على الناس، طولوا بالكم. يعني كأنه عم بيضحك على الناس جبرون بيسيل، كل حديثه للداخل. يعني بتفهم منه انه الأمريكان عرضوا عليه انه يشيلوا تمثال الحرية من نيويورك ويعملوا له تمثال حرية هو تمثاله
بيمثل الحرية ما بين البيض الأبيض والكونغرس. يعني هيك بتفهم منه، بس هو ما قبل انه يخون حسن نصر الله، بس نوترك تتاكل الكفة العسكري تبقى تشوف ايش بده يفرجيك هو وعمه. أسفي عليكم لما بتشوفوا هالرئيس المهم جو بايدن كيف عم بيركب تركيبة الإدارة اللي بدها تحكي لك. يعني أفهمنا جبرون بيسيل إنه هو الشعب الأمريكاني بجيبته، بس الإدارة الأمريكية هي المخطأة، ما هو الشعب الأمريكاني بجيبته. يعني نتف التاني رح يقلنا إنه سيزار أبي خليل وندل بستاني هن اللي اتصلوا بجو بايدن وعطيوه الاسمين لأن ندرسوا هن وياهم بفرج جامعات. بيحكوا عن ندل بستاني لما كانت بجورج تاون ونطت كفة عمل الدكتوراه بالقانون بهارفارد. أسفي عليكم. نعم سيدة الجبال أنا ممنونكم على اليوم اللي صدر البيان منكم. نعم نعم وين القضاة؟ لوين هالقضاة بلبنان تفتح هالملفات؟ معقول واحد مثل جبرون بيسيل عنده وضع عليه هالعقوبات ما بينفتح تحقيق فيه؟ كيف يعني؟ كيف يعني ما في قضاة؟ كله مخسة؟ بأمريكا أنا.